غيرت قواعد اللعبة وقادت إلى أكبر خسارة بشرية في صفوف الجيش الروسي منذ بدء المعارك في أوكرانيا. إنها منظومة صواريخ هايمرس الفتاكة. قدمت الولايات المتحدة النسخة الأحدث منها وهي هايمرس 60 إلى القوات الأوكرانية. المنظومة عبارة عن وحدة سلاح متنقلة يمكنها إطلاق صواريخ يتم تحميلها على راجمات. كل واحدة منها تحمل 6 صواريخ دقيقة التوجيه بمدى يبلغ 70 كيلومتراً. والنسخة الحديثة تتميز بكونها أخف وزناً وأكثر رشاقة لسهولة نقلها. موسكو أقرت بأن هايمرس قتلت في آخر هجوم 63 جندياً روسياً دفعة واحدة. ومع احتدام المعارك في إقليم دونباس أصبحت هايمرس السلاح الأكثر طلباً للقوات الأوكرانية من الولايات المتحدة.